ألو ألو، أنت نور؟ أيوة. أنت قلتي لي دقلي إذا احتجتني، يا ترى فيني هلا أجي أقعد عندك بالبيت؟ مصطفى؟ إيه مصطفى. شو بك متخانق مع شي حدا؟ احكي لي شو صاير. فيني فوت؟ اي فوت لجوا. شو في مصطفى؟ مين اللي عمل فيك هيك؟ ما بعرف. تفضل فوت. نشف قلبنا والله من اكل السوق. مزبوط، وانا زبطت لك الغاز كمان اليوم، يعني فيكي تطبخي. فاطمه اخت جوزي نفسها كتير طيب بالطبخ. بكره بس نستقر رح ادوقي طبخه، هي رح تمسك المطبخ وتطبخ. بس يا حوين تعبنا بهالبيت، شو ما عملنا وزبطنا فيه ما عم ببين. بس تنباع المزرعه رح يصير معنا مصاري، وقتها بننتقل منه دغري. ليش لقيته شرا؟ الله يوفقكم. لا تسمعي له عم يحكي من راسه. بس انت اليوم قلتي لي هيك على اساس امنتي شرة وحكاكي على التليفون. انا قلت لك هيك لمعي؟ مين عم تجيب هالحكي؟ قلت لك في حدا سأل عنا، ما قلت لك شرة؟ يمكن بده يشتريها. فورا منروح منبيع ومنرجع. لا تخبص، استغفر الله العظيم، ليش فينا نرجع لهنيك؟ اذا انتوا رحتوا انا كمان بدي روح معكم. ليكي عم قلك ها، انا ما ببقى لحالي هون بالبيت. لوين بدك تروحي؟ اه ليش انت فيك تدوسي هديك الضيعة؟ لا تخليني احكي مشان الله. اطمني مانا رايحين لمكان. يلا كفي اكلك. شايفة شلون بالله عم عاني مع جوز المهابيل هدول؟ يلا كلي خلصينا، كملي صحنك. شبعت. شو اكلتي لحتى تقولي شبعتي؟ انت من الصبح على لحم بطنك، خدي هي من ايدي. مسكي. مسكي منا. يلا كلي لا تزعليني منك. اخي مشان الله لا تجبرني، ماني مشتية، حاسة نفسي عم تلعي. وليلة تكوني حاملة يا بنت. الله لا يوفقهم. لا تشغلي بالك، ما في شي من هاد. شو عرفك انتي؟ ما رح يصير، بالمستشفى عطوها ابرة فورا حتى ما يصير حمل. شو عملوا فيكي؟ ها؟ هي ما كانت وعيانة، بالعادة بهيك مواقف ولحتى ما تطلع البنت حبلة بيعطوها ابرة فورا. الله لا يوفقهم. اشعر بدني والله كتير خفت. هذا اكيد كريم. اخيرا اجا. انا كمان شبعت. ليك اذا ما بتخلص كل صحنك بضربك. ها كريم وينك لهلا ابني؟ فوت تعشى، جبنا فطاير.